مستمعون الكرام من داخل وخارج قطر السودان الحبيب، السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة الأمل ومن برنامجكم صباحكم أمل، لكم تحية الفريق العامل. في الإشراف البرامجي الأستاذ ياسين سعد. في الإعداد والتقديم مصعب حسين وإمام محمد. في المونتاج آمنة خليفة. في البدء صباح السعادة عليك يا إيمان ولكل المستمعين ولكل من راق لهم مسمعه بأن يرافقنا في مشوارنا صباح كل أحد، على أمل أن تستمتع بمتابعتنا في موضوع حلقتنا لهذا اليوم. موضوع حلقتنا لهذا اليوم نتكلم فيه عن الفشل، ونسعد كثيرا بمشاركتكم عبر صندوق الرسائل القصير على الرقم 09 95 33 99 77، أو على رقم 0119 29 82 99. عزيزي المستمع، الفشل هو عدم المحاولة والسعي في تحقيق النجاح، وليس الفشل كما نعتقد هو عدم القدرة على تحقيق شيء دون المحاولة. فكلما كنت تحاول وتكرر المحاولة فأنت حتى الآن لست فاشل، إما إذا توقفت عن المحاولة فأنت الآن فشلت. فأنصحك دائما يا عزيزي المستمع، إذا كنت تريد تحقيق شيء اسعى وحاول دائما على تحقيقه حتى تصل إلى ما تريد دون يأس أو إحباط، لأن النجاح هو الانتقال من فشل إلى فشل ثم إلى نجاح دون أن نفقد الأمل. ولو فشلت مرة في حياتك ما معناه إنه الحياة وقفت، للعكس، التجارب والمواقف هي اللي بتقويك، هي اللي بتخليك تمشي لقدام. في الأول والآخر أنت اللي بتحكم على نفسك، أنت اللي بتخليها تتقدم أو ترجع وتفشل. أكيد يا إيمان، وإنت اللي بتحاول وإنت اللي بتعافر، وحتى لو فشلت مرة ومرتين وحصلت لك انتكاسة والناس بتكيف معاك وكل زول فيهم بيكون عايز يطلعك من اللي إنت فيه، لكن إنت لو غررت ترجع للفشل مرة تانية أو ترجع لدائرة الفشل، صدقني الناس بتملي منك لأنك ما عايز تغير من ذاتك أو ما عايز تصالح معاه. لقوله تعالى: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. علشان كده حاول مرة ومرتين، وفي كل مرة خليك أقوى مما قبلها. خلي هدفك وحلامك قدامك، عشان ما في زول ولده متعلم، لكن مفروض أي زول يكافح ويتعب ويعافر عشان يصل للعايزه، بس لازم أنت تدعي ربنا يوفقك ويكون في عونك. وخليك مبتهي، ما تحاول تفكر في إخفاقات الحياة، لأنه عتبة أفكارك هي اللي حتصلب عليك وحتشد عليك بقوة، وما بتقدر تتقدم، لا بالعكس هي اللي بتأخرك. حاول يا صديقي إنك تفكر في النجاح اللي بيجيك بكرة، ما تكون إنسان كثير التكرار للغلط، بل اتعلم من غلطك عشان ما تقع فيه مرة تانية. وخلونا كمان نرتدي في هذا الصباح لون النقاء بعد عتمة من الليل، فبث بأنفاسك نسمات تنفث لها الروح، أملا بأن القادم أجمل إن شاء الله. وصلتنا رسالة من صديق البرنامج علم الدين، يقول: من الممكن أن يشعر الإنسان بالفشل ويتعلم من فشله ويحوله إلى نجاح. شكرا لك يا علم الدين. والصديقة إقبال بتقول: أنا كل ما أفشل بزعل شديد، لكن تاني برجع وأقول الفشل عثرة واستبشار بأن الجاي خير، وبحاول تاني وتالت لما أنجح. وصدق من قال بأن لكل مجتهد نصيب. شكرا لك يا إقبال ولك التحية. وبراءة بتقول في رسالتها: لازم ندوق مرارة الفشل عشان نستمتع بحلاوة النجاح، ومن كد وجده. التحية لك يا براءة وشكرا على رسالتك. أما الصديق عز الدين بيقول: الفشل موجود في حياة أي إنسان، وما أروع إننا نحاسب أنفسنا ونغلق الباب أمام الفشل، وأن لا نحط اللوم على الحظ والظروف، لأن هذا يعني سيطرة الفشل علينا وصعوبة الخلاص منه. كلام جميل يا عز الدين، وشكرا على الإطلالة. هنالك يا مصعب بعض من قصص النجاح بعد الفشل، نستعرض نموذج منها. قصة والد ديزيني تم طرده من الصحيفة التي يعمل بها بسبب أفكاره الغير مبتكرة، وهو الآن مبتكر لشخصية ميكي ماوس الشهيرة، ومؤسس لشركة ديزيني العالمية، وحائز على 22 جائزة أكاديمية. نأتي على مسك الختام، وهي تتجسد فيها كل معاني العبر والحكم، وتعتبر أعظم مثال، حيث توفى والده وهو في بطن أمه، ولحقت به أمه وهو لا يزال ابن 6 سنوات.
عانى من الكراهية وأبشع أنواع التعذيب على يد أهله، لطموا به وكسروا طرفه وحاولوا قتله عدة مرات، وحينما نصره الله عليهم عفى عنهم ودعا لهم بالمغفرة. إنه خاتم الرسل محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أبا انبيائي عليك الصلاة عليك السلام، أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام، وفي مقلتي السنا والسنا. وأخيرا يا صديقي، سقوطك ليس فشل، ولكن الفشل أن تبقى حين سقطت. يا صديقي، كن على يقين أن هنالك شيء ينتظرك بعد الفشل ليبهرك وينسيك مرارة الألم. ذلك وعد ربي، إن بعد العسر يسر. أصدقائي، تكاملت حلقتنا لهذا اليوم، وحتى نلتقيكم في حلقة جديدة وموضوع جديد بإذن الله. إلى اللقاء. إلى اللقاء.